السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأردين هم بليين يا كلن كان غالي جاء أتو كلن تين. أدين كحص يا هبينك وينا النبي الله تيرني عليه الصلاة والسلام بالنسبة له أفضل لياليه حالتي هيد بلي. النبي قال مرك الله إيجو هبين نديس أنت أدوية وتشوغي وحا أغالي سنة وهبينك إلهي وأركي. عليه الصلاة والسلام حسك أدوينين سين وأنا كوها بليني وحيدرين أتهاي محبة إيا قدر كان نبي أدوه سين عليه الصلاة والسلام وحان ملين إيا وحبا لي مهم بين وساكو دنبا لهاد لي لكن وحي إلهي الدوري يعني بركة سنة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأعظم نبي الأنبياء والمرسلين صاحب الإسراء والمعراج والرسالة الخالدة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لبدا سفر اي واوين او نبي لو ابال مريي دبيه او متي او يود قلبي سي لابتي سلو دقي لو نسبر سينيي قران كا اد و حدلي سبحان ارمها واوين ام با لو سو قاتا الامام ابن كثير و خولي يحيى الله يمجد نفسه ويعظم نفسه لي سبحان مركو كو بلا سوره دا الهي اسغا استمجيدينيا اسغا استعظيمينيا معنو و خو يحيى ليري وح خلقه وأين سمين كريم إلى السمين وإلى تلمام يا بليز نبي صعد كيس يابين كأو صعدي وكذا قاقي مكة إلا بيت المقدس لما كن يشم بقول أو كيلومتر بالوشة جا جو أم باك شم كن بين هوني سمركا مسافة النبي وقود شري وحتى البرقس الوشة كريم اللي جوش يسيو ديرن يو نبي صعد نقد عليه الصلاة والسلام سماوات كأو كري سدحكون يشم بقول يسدحكون يشم بقول أو سندود تدوبكون يشم بقول وحلا كوبي كرمها وحلا ملين كرنا معها سلاسيا إلهي سبحان اللي يهلي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فعل كاسرها وحقسبها إن فعل كيسلو أدي فيه يا فاعل مركا إلهي لفتي سافعل كا أو أرنا يا سبحان الذي أسرى بعبده معبود بان الزهن للمي أدون كيس دلمي بلغت رسول كيس مو أوران نبي كيس مو أوران ويبدي كواس لكن نبي وشرف يا عليه الصلاة والسلام أو حلي أدون كيس محي لي وحكس فوبي نبي عليه الصلاة والسلام أدون ما نبقى قرآن صعدوها مرك أمنا عائشة لويدي رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن كا بل آخر بيت لقد أفلح المؤمنون dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub. Abka dahab shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bankiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahab shiil ee dunida tacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed